القيود. واحدة من أهم المشكلات حسب تقارير البنك الدولي وحسب تقارير صندوق النقد الدولي حول الأردن عدم توفر معلومات كافية حول الاستثمار في الأردن وحول إجراءات الاستثمار في الأردن وحول تشريعات الاستثمار في الأردن وتذبذب هذه التشريعات. لما بيكون في حرية صحافة ونزاهة وحرية تدفق معلومات والوزارة بتكشف عن كذا والمسؤول بيكشف عن كذا وما بيكون في تضارب في التصريحات في نفس الحدث ما بين 4-5 مسؤولين بيطلع كل واحد فيهم بصرح شكل، هذا بيطفش الاستثمار وبالتالي